اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، خلونا نبتدي حوارنا ونقاشنا على طول مع ضيفنا الكريم الاستاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ومرسى علم. استاذ رامي صباح الخير واهلا بيك. اهلا صباح الخير يا فندم، واهلا بيكم في الغردقه. احنا عارفين واحنا بنتكلم عن تطوير القطاع السياحي وزياده الحجوزات، وخصوصا في اطار استراتيجيه مصر 2030 للوصول بعدد السائحين القادمين لمصر الى 30 مليون سائح بإجمالي إيرادات حوالي 30 مليار دولار. من إحدى أو أهم الخطوات والأدوات اللي بتساهم في ده هو التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة. خلينا نبتدي بالمحور ده الأول ونقول مصر وصلت لفين في هذا المجال وبتطمح يعني للاعتماد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي سواء بشكل كامل أو شبه كامل في بعض المنشآت الفندقية والسياحية بنسبة قد إيه؟ بكل تأكيد طبعا احنا ابتدينا ندخل مرحلة التحول الرقمي أو الرقمنة في مجال السياحة كمان، زي ما كانت الحكومة المصرية ابتدت تخش في كل المجالات ابتدت كمان طبعا في قطاع السياحة المصرية. احنا طبعا لازم نبقى عارفين إن طريقة تسويق بلدنا في السبعينات والثمانينات لازم تبقى مختلفة كمان طبعا في 2022 و2023، خصوصا كمان طبعا بعد جائحة كورونا وخلال كمان دلوقتي الحرب الروسية الأوكرانية. الدنيا كلها متغيراتها بتتغير، المعطيات بتاعتنا كمان احنا في قطاع السياحة بتتغير. احنا عندنا السياحة يعني بتبقى أول حاجة بتتأثر من أي مشكلة، وآخر قطاع بيبقى في الدولة كمان أو في أي حتة في العالم بيتعافى من أساس المشكلة. احنا عندنا طبعا كان مشكله كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت بعد جائحه كورونا، من اول 2020 لغايه 2022 ابتدينا نتعافى جزئيا، فجت ورانا على طول طبعا الحرب الروسيه الاوكرانيه، ففقدنا جزء كبير جدا من السوق الروسي والاوكراني اللي كان يعتبر داعم قوي جدا لقطاع السياحه المصريه. بالنسبه لموضوع الديجيتالايز او الرقمنه، احنا في القطاع ده ابتدينا ندخل في خطوات، زي النهارده مثلا احنا متواجدين في الغردقه بنحضر سيمينار لإحدى الشركات المتخصصة في الإي بوكينج، الحجز الإلكتروني، نشوف التجربة بتاعت السايح لما بتتحط على السوشيال ميديا إزاي العالم كله يشوفها، مجرد مثلا ما يكتب مثلا كلمة مصر أو يكتب مثلا كلمة البحر الأحمر أو الغردقة أو حتى إيفن الفندق اللي هو عايز ينزله. النهاردة أنت طريقة حجزك وطريقة استمتاعك بالمكان اللي أنت حتى رايح فيه النهاردة ما بقاش يعني منصب فقط لا غير على التور اوبريتر او شركه السياحه اللي بتجيبك من اي حته على مستوى العالم. انت ممكن انت وانت قاعد يعني في بيتك انت بقيت تعمل كل حاجه، بقيت تعمل بتاخد الفيزا المصريه من البوابه المصريه المعموله ايجي جيت، بتبتدي تختار الفندق بتاعك، بتبتدي تختار الجايد بتاعك، بتبتدي تختار كل السايتس اللي انت عايز تروحها وتشوفها. التحول الرقمي خلال المرحلة القادمة أنا أعتقد طبعا يعني هيبقى هو الحصان الرابح في قطاع السياحة المصرية. ده بيخلينا مع التحول الرقمي في مفاهيم أو أساليب مختلفة في الحجز، زي مثلا احنا قبل كده كان حجز المجموعات أو الحجز عن طريق الشركات هو الغالب في السنوات اللي قبل كده، دلوقتي وفي السنوات الأخيرة ومن سنوات سابقة في كتير من دول العالم حجز الأفراد هو اللي أصبح هو العامل الغالب أو النسبة الأكبر مئويا. مصر دلوقتي إلى أي مدى حضرتك بتشوف أنها مهيئة إلى الحجز الأفراد أو الثقافة دي تكون عندنا، سواء من ناحية التشريعات، من ناحية استعداد المنشآت السياحية، المنشآت الفندقية، الشمول المالي والحجز الإلكتروني والدفع الإلكتروني؟ طبعا احنا ابتدينا ناخد الخطوة دي، احنا طبعا لسه ما وصلناش فيها للهدف بتاعنا ان احنا نبقى الموضوع كله ديجيتالايز، الموضوع كله يكون مميكن ومرقم، انما احنا ابتدينا ناخد على الاقل الخطوة الاولى دي. يعني احنا النهاردة الفيزا المصرية كان بدل الجست الاجنبي ما كان بيجي ياخدها مثلا ساعة الوصول في مطار القاهرة او غردقة او شرم مرسى علم واتيفر اي مطار دولي مصري، كان بيجي يقف وبيقف طابور على اي بنك جوه المطار وبياخد الفيزا. النهاردة انت ابتديت تستعيد عن الموضوع ده بالفيزا الديجيتال او الفيزا الجديده بباركود، فدي تعتبر خطوه مبدئيه. طبعا هي دي مش نهايه الخطوات، انما نهايه الخطوات ان انا ابقى انا بلد او دوله صديقه للسياح. في فرق كبير جدا على فكره بين ان احنا نبقى دوله سياحيه من المقام الاول ودوله صديقه للسائح من المقام الاول.
صديقة للسائح بمعنى ان السائح حبها وعايز يجيها تاني وتالت. مش بس كده يا فندم، لا، ان السائح ده يقدر يعمل كل حاجة لوحده، ويقدر ينزل هنا المطار لوحده، ويقدر يوصل لفندقه لوحده، يقدر ياخد اي وسيلة مواصلات هو عايزها زي ما بنشوف في بعض الدول الاوروبية وحتى دول شرق اوسطية دلوقتي. بالظبط يا فندم. يعني هل احنا لغاية دلوقتي لسه مثلا السائح لما بينزل، انا بصراحة مسميها او بعض الاصدقاء في قطاع السياحة، احنا بقينا شغالين في السياحة الكبسولية، بمعنى ان السائح من ساعة لما بينزل بيبقى جوه الاوتوبيس جوه الفندق، ما بيتحركش غير عن طريق شركة السياحة، ما بيشوفش البلد زي ما بنقول يعني بشكل عايزين اكبر. بالظبط، احنا عايزين يبقى هو حر في قراره، حر ينزل من الفندق بتاعه، يتحرك في اي مكان هو عايزه، ياخد القطر الدرجة التالتة او الدرجة التانية، اللي يعني ما فيش حاجة اسمها تبقى ممنوعة ان المكان ده للسائح او المكان ده للمواطن المصري. احنا عايزين البلد تبقى صديقة للسائح من فروم دي وان. فاحنا على هذا الاساس ابتدينا نخطو الخطوات دي. فان شاء الله يعني الخطوات اللي جايه، يعني كل ما بندخل اكتر كل ما بتبقى الخطوات يعني بتبقى بوتيره اسرع ان شاء الله، لان غيرنا اوريدي شغال عليها. طيب، واحنا في يعني الموسم السياحي الشتوي او خلاص يعني مر فيه كتير وما بقاش فيه الا القليل، نقدر نقول الموسم السياحي الشتوي في مصر او خصوصا في الغردقه، بما اننا في الغردقه في مرسى علم وشرم الشيخ، المستهدفات كانت كام ووصلنا لكام؟ احنا طبعا يعني لا يخفى عليك طبعا ان في ازمه اقتصاديه طاحنه في العالم كله. احنا كان المفروض ان احنا الموسم الشتوي اللي احنا شغالين فيه طبعا في الوقت الحالي، كان هو يعني المفروض ان احنا الاشغالات تبقى معديه حوالي 80%. احنا حاليا دلوقتي من 60-70% في معظم المنتجعات السياحيه في ساحل البحر الاحمر. ولما بنقول البحر الاحمر بنبتدي نذكر المراكز الاتيه: جونه، غردقه، سهل حشيش، مكادي، سومابي، سفاجه، قصير، ومرسى علم. الثمان مراكز دول يعتبروا عصب السياحة المصرية في قطاع السياحة الشاطئية. دول المسؤولين من حوالي من 40-55% من حجم السياحة ومن حجم الدخل القومي اللي بيجي للسياحة المصرية من القطاع ده. تمام. طيب، حققنا مستهدفات حوالي من 60-70%. دي تعتبر مع الأزمة الاقتصادية العالمية، الحرب الروسية الأوكرانية، مقبولة بالنسبة للعاملين وصناع السياحة في هذه الأماكن؟ إلى حد كبير طبعا، يعني لأن احنا يعني النهاردة لما كنا محققين 60 و70، احنا من سنتين كنا محققين حوالي 10% فقط لا غير. فطبعا الوتيرة ابتدت تتحرك، العجلة ابتدت تمشي، طبعا مش بالسرعة اللي احنا شايفينها اللي احنا كنا متوقعينها على الأقل يعني خبراء سياحه، ولكن على الاقل الحركه ابتدت تشتغل. فان شاء الله احنا بروميسنج على يعني نص التاني من شهر 4 تبتدي الحجوزات تبتدي تشتغل بوتيره اسرع، تبتدي نسب هبوط الطائرات اللي بتيجي من اوروبا الشرقيه ومن اوروبا الغربيه ابتدى هو كمان يبتدي يعلى ان شاء الله من نص التاني من شهر 4. تبتدي على الاقل كمان السياحه الروسيه ابتدت ان شاء الله تمشي بوتيره اسرع، لان احنا حاليا كنا بدل ما كنا بنستقبل حوالي 30 طياره يوميا من الجانب الروسي، بقينا ناخد النهارده حوالي 4 طيارات فقط في الاسبوع. فان شاء الله يعني الوتيره دي تبتدي تتغير وتبتدي تتعدل تاني ان شاء الله من نص التاني من شهر 4. طيب، بالنسبه للاسواق السياحيه المصدره للسياحه الى مصر في الموسم الشتوي الحالي، نقدر نقول مين الاسواق السياحيه اللي برزت في الفتره الاخيره خصوصا مع نقص عدد القادمين من السوق الروسيه والسوق الاوكرانيه؟ احنا طبعا لا يخفى عليك السياحه الالمانيه هي تعتبر هي المتصدره المشهد في الوقت الحالي، يليها السياحه التشيكيه والبولنديه والايطاليه. دول يعتبروا اساس العصب السياحي المصري من السياحه الوافده، اهم 4 اسواق حاليا في الوقت الحالي. نرجع لسؤالنا، الى اي مدى كان اعتمادهم على التقنيات الحديثه والتطبيقات الالكترونيه والتكنولوجيه في حجوزاتهم، ولا برضو بيعتمدوا على الوسيله التقليديه بالحجز عن طريق شركات سياحه؟ حتى ساعه تاريخه يعني حوالي نقدر نقول حوالي 80% منهم كانوا بيعتمدوا على الاسلوب التقليدي في الحجوزات لمصر. انما ان شاء الله خلال يعني النص الثاني من 2023 الدنيا بتبتدي تفرق معانا خالص ان شاء الله، بعد ما يدخل موضوع الرقمنه معانا بشكل جدي. واحنا بنتكلم عن وجود منتج سياحي متكامل بيربط بين السياحه الترفيهيه والثقافيه، الى اي مدى استطاعت المنشات السياحيه او صناع السياحه في مصر انهم في الموسم الشتوي الحالي يحققوا ده للسائح الاجنبي؟ بكل تاكيد طبعا احنا بيبقى فيه برامج قد تكون برامج جديده متنوعه، يعني القصد منها
الخلط ما بين السياحة الشاطئية والترفيهية مثلا والسياحة الثقافية زي اللي موجودة في الأقصر وأسوان. طبعا قرب الأقصر من نفس خط العرض مع الغردقة مخلينا يعني دي بيبقى في حاجة اسمها أوفر داي تور، يعني السائح بيجي يفطر هنا زي ما هو في الريزورت بتاعه والفندق بتاعه في الغردقة، بياخد العربية تور وينزل بيها لغاية الأقصر، بيشوف البر الغربي والشرق الشرقي وبيرجع تاني هنا على طول في الغردقة. آخر اليوم ولا بيبقى في آخر اليوم يا فندم، أو إذا كان ممكن يعمل أوفر نايت يعني بيبات هناك ليلة واحدة فقط. إنما إحنا إن شاء الله في أواخر 2024 إن شاء الله هيتم افتتاح الخط القطار السريع اللي هو هيربط ما بين الغردقة والأقصر، وده هياخدها في حوالي ساعة ونص بدلا من حوالي 4 ساعات ونص أو 5 ساعات المسافة دلوقتي. دي ممكن تكون برضو مشجعة لسياحة الأفراد، ويعني يكون في بالنسبة للسائح الفرد اللي بيحجز بطريقة فردية أن هو ده برضو تكون إحدى الأساليب اللي تسهل عليه يعني حجوزاته وقدوم. بكل تأكيد المصر. بكل تأكيد، لأن إحنا مستهدفين في الوقت الحالي دلوقتي اللي هو الريبيتر جيست، اللي هو الجيست اللي هو ممكن يبقى يجي هنا مرة لما يجي مرة تانية ويجي مرة تالتة. هو ده نجاح قطاع السياحه المصريه، هو ده يبقى الاساس ان انا يبقى في عندي حوالي من 30 ل 40% حد بيجي على طول بصفه دوريه، بيجي بصفه سنويه، يبقى عندي فيه يعني ركيزه 30% وابتدي ابني عليها بعد كده ان شاء الله الاسواق الجديده. استاذ رامي، واحنا بنتكلم برضو عن الاسواق المنافسه، احنا عارفين دلوقتي ومع ان العالم كله اصبح مفتوح استخدام التقنيات الحديثه حجز الافراد بتتيحوا اسواق سياحيه عربيه صديقه وشقيقه ومجاوره لينا، اصبح دلوقتي في منافسه. السوق السياحيه المصريه ازاي استعدت للمنافسه دي وعملت ايه علشان تقدر تنافس وتجاري وتجيب اعداد اكبر؟ طبعا لا يخفى عليك احنا عندنا طبعا دلوقتي متغيرات كتير جدا اقليميا ودوليا. انت عندك المنافسين الرئيسيين ليك في الوقت الحالي هم تركيا، لبنان، تونس، المغرب وجنوب افريقيا، ودلوقتي دخل طبعا على الخط السعوديه، وطبعا كان قبليها الامارات. السعوديه اعتقد يعني اذا كان هو ده اللي حضرتك بتقصده، فالسعوديه هي الناحيه الثانيه على طول من ساحل البحر الاحمر، ولكن طبعا عندهم كل السواحل زي عندنا بالظبط، بس السواحل لسه بكر لسه ما استخدمتش ولسه ما فيش حاجه خالص اتبنت عليها. هم السعوديه هيبتدوا يقصدوا السياحه الترفيهيه بس بطريقه مرفهه جدا، بطريقه لكجوريوس جدا. مش هو ده اللي انا مترجته هنا عندي في مصر، انا هنا مترجت السائح اللي بيجي يعني بالكم الاكبر، اللي هو بيجي هنا ما بيصرفش الفلوس اللي هيقدر مثلا يصرفها على نفسه هناك في السعوديه. البعض بيتساءل وربما بياخذ يعني النقطه دي على القطاع السياحي في مصر في السنوات الاخيره خصوصا بعد 2011، ان نوعيه السائح اللي كانت قبل 2011 مختلفه عن نوعيه السائح بعد 2011. السائح قبل 2011 كان من النوعيه اللي هو زي ما نقول بيصرف اكتر، بيدفع اكتر، مستوى الرفاهيه عنده عالي او كان بيتطلب ده. ده قل دلوقتي او في السنوات الاخيره في القطاع السياحي في مصر. ازاي نقدر نخلق توازن او نرجع نزود اللي هو السائح اللي هو بيصرف اكتر اكتر من عدد الليالي السياحيه اللي بيقضيها في مصر؟ طبعا معدل الانفاق اليومي كان على مستوى العالم كله كان ابتدى يقل خلال الفتره اللي فاتت دي عشان خاطر الازمه الاقتصاديه، انما الدنيا رايحه في اتجاه تاني خالص. اسعار الفنادق النهارده ابتدت تتغير، عندك هنا الحكومه المصريه بالاشتراك مع طبعا وزاره السياحه ابتدى نعمل حد ادنى للاسعار، فاحنا بنحاول نحافظ على الممتلكات من الفنادق، قطاع الفنادق المصريه، ان هو لا يستخدم ولا يستهلك بتراب الفلوس. انا حرام وعيب عليا ان انا ابتدي يعني استهلك قطاع الفندقي بتاعي في الاخر ابيع ب 15 و20 و30 دولار. لا، انا النهارده انا المفروض على فكره التارجت بتاعي في الفتره الجايه ان هو 30 مليون سائح، 30 مليار دولار. لا، انا بقول لا، احنا يا جماعه محتاجين 30 مليون سائح بس بارقام اعلى بكتير من 30 مليار بس دولار. عشان نحقق ده لازم له خطوات او اجراءات. ايه الخطوات اللي من وجهه نظرك المفروض تتاخد سواء من الحكومه، من المشرعين، من العاملين والمستثمرين في القطاع السياحي؟ نمره واحد طبعا احنا لازم نحافظ على العماله المدربه اللي بتتعامل بصفه مباشره مع السائح الاجنبي رغم الضغوط الاقتصاديه اللي بتقع على المنشات السياحيه. طالما بيبقى في ترافيك وشغال على السياحه فانت كل العمالة المدربه بتبقى اوريدي شغاله واوريدي موجوده، ما بتتسربش لاي قطاعات تانية في الدوله. تمام. عندك رفع كفاءه وجوده المنتج السياحي المقدم للسائح. التجربه السياحيه لازم تكون تجربه فريده، مش بس يبقى رضاء للسائح، لا، انما لازم السائح ده يرجع مبسوط ويبتدي يجي تاني. فاحنا ان شاء الله احنا اوريدي شغالين على دي، شغالين على فكره التجربه
السياحيه للسائح الاجنبي اللي بيجي، فكره التنوع في البرامج المقدمه، فكره التنوع من اول نجمه لخمس نجوم. واحنا لما بنيجي نتكلم في نجمه او خمس نجوم مش معنى نجمه ان الفندق ما يبقاش نظيف، لا، موضوع النجمه او نجمتين ان الفندق بيكون بيقدم خدمات معينه او الخمس نجوم بيقدم خدمات تانية اكتر، انما النظافه والهايجين والكرياتيريا بتاعه الخاصه بالمنشات الفندقيه لازم تكون كلها موحده، وده اللي احنا شغالين ده العيب ده برضو بيقع على عاتق وزاره السياحه والاثار في المتابعه والرقابه، ولاي مدى هم بيعملوا ده بالمعدل الكفء المطلوب. انت حضرتك النهارده لو لفيت النهارده مثلا، وليكن النهارده انت لفيت في قطاع الغردقه او في مرسى علم، في اوريدي لجان تفتيش خاصه بالتفتيش على المنشات الفندقيه او السياحيه، زائد لجان التقييم، زائد لجان خاصه بالسلامه والصحه المهنيه، فيعني احنا شغالين الحمد لله. بعد الاصلاحات الاقتصاديه اللي اعلنت عنها الحكومه مؤخرا ووجود سعر عادل للجنيه المصري امام العملات الاجنبيه، حضرتك بتشوف ازاي ده برضو اتاح الفرصه اكتر للسائحين الاجانب للقدوم لمصر، واصبح السعر في مصر مغري بالنسبه لهم؟ بكل تاكيد دي سياحيا دوليا دي حاجه يعني للسائح مفيده جدا طبعا. بكل تاكيد انت النهارده لما كان بيغير الدولار او اليورو بحوالي ب 13 او ب 15، النهارده بيغيره بدبل الاماونت ده، بيغيره مثلا بحوالي 30 او 32. هل ده نقدر نقول ان احنا سمع عندنا في القطاع السياحي مثلا، بدل ما كان السائح يقعد مثلا 5 ليالي قعد 7 او 10؟ الى حد ما يعني ممكن يكون سمع، ولكن هيسمع اكتر ان شاء الله في الموسم الصيفي بعد الحجوزات اللي هي ما تبتدي بتاعه الصيف اوريدي ان هي تتعمل كلها، لان اوريدي قطاع الفنادق كان اخذ الحجوزات بتاعه الشتاء سواء في شهر 12 او 1 و2 من مثلا من شهر 8 او 9 اللي فات. فالموضوع ده نقدر نقول فعلا على ارض الواقع اثر بحوالي نسبه كام في الميه بوزيتيف او نيجاتيف، ايجابا او سلبا، نقدر نقول عليه ان شاء الله بدايه من شهر 4 الجاي. طيب البعض بيقول طب هيأثر بطريقه ايجابيه بالنسبه للسائح الاجنبي، ولكن بالنسبه للسائح المحلي هيخلق ضغوط عليه، خصوصا ان احنا عارفين ان في العديد من الازمات سواء اقليميه او محليه او عالميه كانت المنشات السياحيه الفندقيه بتعتمد على السائح المحلي وبتلجأ له بشكل كبير علشان تقدر تدور العجله بتاعتها. صحيح. هتعملوا ايه مع السائح المحلي، او يعني هتدعموه ازاي، او هتوفروا له الفرص ازاي في القطاع؟ خلي بالك ان السائح المحلي او السياحه الداخليه لقطاع الفنادق او قطاع السياحه عموما في بعض الازمات وفي بعض الاوقات الصعبه اللي قطاع السياحه بيعدي عليها بيبقى زي المسكن او المخدر لغايه لما بنعدي من الازمه دي. فطبعا قطاع السياحه الداخليه قطاع مهم جدا بالنسبه لنا فندقي او سياحي، ولكن طبعا بالنسبه لنا احنا كل الاسعار كمان غلت. يعني الفندق عشان يبتدي يفتح ابوابه محتاج طبعا محتاج ماكل ومشرب، محتاج سولر، محتاج كهرباء، محتاج ميه، دي كلها حاجات زادت عليه، حاجات كلها زادت كمان على القطاع الفندقي. فطبعا اللي هيدفع برضو ثمنها القطاع الفندقي مع طبعا اكيد بالسياحه الداخليه. اكيد طبعا الاسعار مش هتبقى زي من سنتين فاتت، ولكن طبعا احنا هنحاول نوازن ان شاء الله خلال الموسم ده ما بين السياحه الداخليه والسياحه. هل متوقعين بسبب الظروف الاقتصاديه ان عدد السائحين المحليين للمنتجات السياحيه المصريه المختلفه يقل، ولا هيكون بنفس الوتيره؟ مش هنقدر نتوقعها من دلوقتي، انما نقدر ان شاء الله نتوقع بعد دخول موسم الصيف ومع دخول موسم الاجازات نبتدي نتحسس الطريق بدايه من النص الاولاني من شهر يونيو الجاي ان شاء الله. نسبه السياحه المحليه للاجنبيه في الموسم الشتوي الحالي نقدر نقول كانت 20 ل 80%، 20% سياحه داخليه، 80% سياحه شرقيه. طب حضرتك بتشوف ان النسبه دي معقوله ولا لا؟ يعني هي نسبه معقوله. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئه الهندسيه لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة، بما يحقق أهداف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي طالما عانى منها المواطنون خاصة في المدن والأحياء الرئيسية،
وكذلك زيادة وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئة الهندسية في إطار الاستراتيجية القومية لتعمير وتنمية سيناء، وكذا استعراض الموقف الإنشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديدة في جميع أنحاء مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الأعمال الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المقررة وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات، سواء في مراحل الدراسة والتخطيط أو التنفيذ والمتابعة والتقييم، مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئية، منوها إلى أن العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتأسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جودة الحياة وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. افندم ريجاردنج ان مفيش اجازات، ان المدارس كلها شغالة طبعا في الشتاء في مصر، الجامعات كلها شغالة، الناس كلها ما عندهاش اجازات غير ويك اند فقط لا غير، انما في الصيف بتبقى الدنيا مختلفة خالص. كده بتكون في الصيف مثلا لو شفنا الصيف اللي فات كانت النسبة كام لكام؟ لا تقل عن 40% سياحة داخلية 60% سياحة خارجية. متوقع يكون برضو نفس النسبة 40 حتى 35% سياحة داخلية في الصيف الجاي؟ اتمنى ان انا توصل دي 50% ودي 50% وناخد ان شاء الله السياحة الداخلية مساحة الخارجية، بس انا من منظوري الشخصي اعتقد السياحة الداخلية السنة دي قد تتأثر شوية ريجاردنج بموضوع الاسعار. بما ان استاذ رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقية في مرسى علم والبحر الأحمر، في سؤال بنشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، على المواقع العالمية اللي بتاخد تقييمات الزوار على المنشآت الفندقية، بيشتكوا انهم لما يجوا يحجزوا من مصر السائح المحلي بيحجز بسعر اوفر عن السائح الأجنبي او عن اللي حجز بره سواء من انجلترا من امريكا. لما يجي يروح الفندق يقولوا له لا يعني احجز تبع شركة سياحية عشان تاخد سعر تفضيلي احسن. ليه واحنا بنتكلم عن التحول الرقمي والرقمنة وخصوصا في القطاع السياحي ده مش متاح لسياحة الأفراد المحليين في مصر أسعار تفضيلية بالحجز أونلاين؟ عشان كده أنا قلت لك فن فعلا إحنا ابتدينا ناخد الخطوات، إحنا لسه ما وصلناش للتارجت بتاعنا. طبعا من حق السائح المصري طبعا هو يجي ويستمتع ببلده ويستمتع بالجمال بتاع بلده زيه زي السائح الأجنبي إذا ما كانش أكتر كمان، يعني دي بلده وده حقه علينا. إنما طبعا خلي بالك إن السائح الأجنبي بيجي يعني حاجة اسمها باك تو باك، باك تو باك يعني الطيارة بتجيب مثلا 200 سائح أجنبي وبتاخد 200 تانيين وبتجيب غيرهم. السائح المصري بيجي مثلا وليكن مثلا 3 4 ايام او ليالي على مدار مثلا السنه او على مدار مثلا فتره الصيف اللي هي الاجازات. انما ان شاء الله احنا يعني بروميسنج ان احنا خلال الصيف اللي جاي ده نبتدي الرولز تبتدي تتحط، القواعد تبتدي تتحط، يعني صعب ان اي فندق يعمل تاني اي يعني حاجه مخالفه. بالظبط، خصوصا احنا بنشوف العديد من المصريين اللي بيروحوا مثلا سياحه خارجيه زي مثلا بعض الدول لبنان تركيا الامارات كده بيقولوا بنروح باسعار تفضيليه اكتر من بعض الفنادق اللي موجوده في المنتجات السياحيه المصريه التقليديه. صحيح، لا بس خلي بالك الحاجات دي لما بيجي يطلعها زي بيروت او تركيا او اي دوله تانية فهو بيبقى احيانا اقل من الكوست لما بيطلع مثلا جوه مصر، ده عشان بيبقى على طيران حاجه اسمها طيران شارتر اللي هو منخفض التكاليف، وده بيبقى اساس اي سعر في اي رحله. فان شاء الله في طيران منخفض تكاليف ابتدى يتفتح من مطار سفنكس، وده ان شاء الله هيبقى سعر موحد سواء للغردقه او لشرم الشيخ او للأقصر. سعر موحد بالنسبه للسائح المحلي والاجنبي، السائح المحلي او الاجنبي هو الكرسي بتاع الطياره دي الخاص بالطياره دي ايا كان هيبقى شركه الطيران ايه اللي هيخش على المطار سفنكس، ده هيبقى سعر موحد يفندم للكرسي وهيبقى طيران منخفض التكاليف. تمام، الى اي مدى حضرتك بتشوف ان ده هيكون معزز لحركه السياحه الوافده للمنتجعات السياحيه زي مثلا غردقه مرسى علم، وايضا معزز لعدد السائحين المحليين اللي بيجوا بيها عن طريق الطيران؟ بكل تاكيد انت وسيله الاتصال من بوينت A لبوينت B هي اساس نجاح اي عمليه سياحيه. انت النهارده البارون امبان لما عمل مصر الجديده ابتدى الاول بمترو مصر الجديده وبعدين ابتدى يبني المدينه. نفس الموضوع ده كده احنا بنشتغل دلوقتي
دلوقتي ما بين القاهرة للغردقة، القاهرة مرسى علم، القاهرة الأقصر، القاهرة أسوان، شرم الشيخ، طابة، حتى إيفن، كل الحاجات دي ابتدينا نشتغلها بالطيران دلوقتي المنخفض التكليف، وإن شاء الله ربنا هيوفقنا خلال الفترة الجاية إن شاء الله. أستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ومرسى علم، خلينا ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل نقاشنا معاكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع نكمل نقاشنا مع ضيفنا الكريم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، لسه مكملين معاكم المجله السياحيه. وفي الفتره الاخيره وعلى ضوء التحديات الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم كله واثرت بالفعل على الاقتصاد المصري، اعلنت الحكومه عن عدد من الاجراءات الاقتصاديه وتخفيف بعض الاجراءات والضغوطات الانفاقيه على المنشات السياحيه المختلفه علشان تقدر تكمل ونشاطها ما يتوقفش او يحصل له ركود في الفتره الحاليه. هنتكلم مع ضيفنا الكريم اللي لسه مكمل معانا، استاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه بالبحر الاحمر ومرسى علم. استاذ رامي، الحكومه اعلنت خلال الفتره الاخيره عن عدد من الاجراءات لتخفيف الضغوط وتسهيل الحركه السياحيه وتخفيف الضغوط على المنشات السياحيه والفندقيه علشان تقدر تستمر في عملها وبرضه للحفاظ على العماله الموجوده لديها. حضرتك بتشوف ازاي الاجراءات دي والى اي مدى فعلا ساعدت القطاع السياحي على استمرار نشاطه وعدم تأثره بدرجة أكبر من قبل كده؟ بصراحة طبعا احنا يعني كل الشكر للحكومة المصرية على كل مجهود اللي عملته معانا كقطاع سياحة ان هي تسندنا في خلال الفترة اللي فاتت دي. طبعا كان في عدة اجراءات اقتصادية تمت على ارض الواقع واتنفذت، ما كانش مجرد كلام في الميديا واتعمل وخلاص، لا، انما اتنفذ فعلا على ارض الواقع. نقول ايه اللي اتنفذ او ايه اللي فعلا الاجراءات اللي اتخذت وتم تنفيذها على ارض الواقع؟ زي مثلا احنا عملت على كل المطارات الخاصة بالسياحة الترفيهية والثقافية عملت خصم 50% على كل الفيز الخاصة بالهبوط والإقلاع للطائرات المنخفضة التكاليف أو الطيران الشارتر الأجنبي، عملت على 50% برضو ونسبة خصم كويسة جدا على الإيواء للطائرات اللي هتبات في المطارات المصرية، عملت على إعادة تزويد الطائرات بالوقود، عملت عليه خصم كويس جدا، فده ابتدى يشجع طبعا الأوبريتر الأجنبي إن هو يبتدي يجي ويتجه للمطارات المصرية. عملنا طبعا خلال فترة البانديميك وأول حرب الروسية صندوق إعانة العاملين بقطاع السياحة، وده الحكومة صراحة شالت جزء كبير جدا جدا مع العاملين في القطاع السياحي والفندقي، المرتبات اللي كانت خاصة بيهم خلال فترة الانقطاع تماما السياحة على مصر في خلال فترة الكوفيد وبعد كده الفترة دي، عملت طبعا المبادرات 5%، مبادرة البنك المركزي الخاصة بالبنوك عشان خاطر يفضل المنشأة السياحية أو الفندقية قائمة إلى حد كبير طبعا، وتبتدي إن هي تبتدي تمشي وتطور من نفسها وتشوف كل الالتزامات اللي عليها. مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية والخوف والقلق اللي ساد بعض الأوساط الأوروبية من ارتفاع تكلفة غاز التدفئة أو الحاجات الأخرى، كان في حملات ترويجية إلى المقصد صحيح. السياحي وإنه ممكن يكون منافس ووجهة بديلة من إقامة السائح الأجنبي في بلده يقدر يستمتع بالأجواء ودفع تكلفة معقولة، إلى أي مدى ده سمع في القطاع السياحي في مصر وفعلا العاملين في القطاع السياحي حسوا بده؟ بكل تأكيد طبعا بداية الحرب الأوكرانية والعمليات العسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا في شرق أوروبا، زي ما قلت لحضرتك في الأول، إحنا طبعا يعني فقدنا منها حوالي تلت عدد السياح اللي كان بيجينا، يعني إحنا في الآخر كان بيجينا حوالي 3 مليون سائح من شرق أوروبا من ناحية روسيا وأوكرانيا، دول بالكامل وصلوا لغايه زيرو منهم على طول.
فطبعا ده يعمل معضله في قطاع السياحه. انما الحمد لله اول ما حصلت العمليه دي قد نكون يعني اتجهنا لاتجاه تاني اللي هو سياحه اللونج ستاي، بحيث ان السايح اللي في اوروبا الغربيه اللي ابتدى الكوست المعيشه عنده يبقى غالي جدا نتيجه ان التدفئه او الغاز وصل عنده غالي من الجانب الروسي، ابتدينا نعرض عليه ان هو يجي يقعد هنا شهر والاثنين والثلاثه وبيدفع نص قد يكون اللي كان بيدفعه في بلده هناك في بيته. فالسياحه الترفيهيه هنا في مصر والسياحه الشاطئيه اخذت جزء كبير جدا جدا من السياحه الغربيه، قد تكون اكثر من المانيا وبولندا اللي جم قعدوا معانا هنا بالشهر والاثنين والثلاثه في المنتجعات المصريه. يعني نقدر نقول ان كانت متوسط الاقامه للسائح مثلا من اوروبا الغربيه زي المانيا بولندا كانت وصلت ل 30 ليله واكتر كده كمان. يعني في حجوزات في بعض الفنادق عندنا هنا في قطاع البحر الاحمر في اوريدي جيست عنده اعتقد كان حاجز من شهر 11 لغايه شهر 2، يعني اكتر من حوالي 90 يوم او 90 ليله حجزهم اوريدي في اوضه هنا في الفنادق في البحر الاحمر. متوسط الليله كان عامل كام دولار؟ يعني طبعا هي بتتفاوت طبعا ما بين نجمتين لغايه 5 نجوم، انما انا اعتقد بالنسبه للحد الادنى اللي كانت محدداه وزاره السياحه المصريه مع قطاع غرفه الفنادق لو 3 نجوم مش هيقل عن 30 دولار، 4 نجوم 40، 5 نجوم 50 دولار. يعتبر فعلا سعر تنافسي احسن، وخصوصا يعني حتى يعني احنا برضو رصدنا بعض المصريين اللي بيعملوا او مقيمين في بعض الدول الاوروبيه لقوها فرصه في فتره الاجازات وكانوا بيجوا المنتجعات المصريه يستمتعوا وبرضو يخففوا من تكاليف المعيشه اللي موجوده هناك. بكل تاكيد انت النهارده لما بيجي فندق 4 نجوم ويدفع مثلا 40 دولار ليه او حاجه، ف 40 دولار ده شامل كل الاقامه، شامل كل الوجبات اللي هي تقدر تقدم له، شامل كل المشروبات اللي تقدر تقدم له، فبكل تاكيد هيبقى 40 دولار. عايزين نقول 40 دولار في الليله يا فندم. فده اكيد طبعا ده بيبقى ارخص ما هو يقعد في بلده ويقعد في بيته هناك في الدوله الاجنبيه. تمام استاذ رامي فايز، حضرتك بتشوف مستقبل الموسم الصيفي ان شاء الله عامل ايه في مرسى علم او في منتجعات البحر الاحمر كلها؟ لا ان شاء الله احنا داخلين الموسم الصيف ان شاء الله بدايه من النص الثاني من شهر ابريل اللي جاي بطريقه بروميسنج جدا باذن الله. احنا عندنا متوسط مثلا الطيارات اللي نزلت الاسبوع اللي فات ده على طول على مطار مرسى علم كان حوالي 96 طياره في الاسبوع. قبل كده كان بيكون حوالي يعني متوسط كان طبعا كان يمكن متوسط كان اكثر من كده بشويه، انما ديورنج السيتويشنز الحالي المتغيرات اللي احنا شايفينها اقليميا ودوليا احنا كده ماشيين كويس جدا. العدد ده ان شاء الله هيبتدي يزيد تباعا من النص الثاني من شهر 4، ممكن يوصل لحوالي 130 و 140 طياره في اليوم. ده هيسمى حجوزات فندقيه، حجوزات فندقيه كام في الميه؟ هنزيد من 60 و70% نوصل ل 80 باذن الله ان شاء الله. يعني كل الفوركاست اللي احنا شايفينه دلوقتي ان ممكن على شهر 6 ممكن نوصل ان شاء الله لل 90 و95%. ممكن المصريين يقلقوا ويقول طب واحنا حصتنا ونصيبنا هتكون ازاي، ولا انتوا خلاص عملتوا حسابكم وعارفين او متوقعين ممكن تقل النسبه من المصريين فمن امن نفسنا؟ لا 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 خالص، اهلا وسهلا طبعا بكل اخواتنا المصريين يبتدوا يتفضلوا يحجزوا من دلوقتي، ما يحجزش بس اهم حاجه لاست مينيت، يعني ما يحجزش للنهارده ويجي يقول بكره ما فيش مكان. لا طبعا كل ما يحجز بدري كل ما هيقدر ياخد الفرصه بتاعته وياخد سعر كويس من كل فريق. سعر تفضيلي بيكون اكتر لو حجز تبع شركه سياحه ولا مع الفندق مباشره ولا اونلاين؟ طبعا لو حجز عن طريق شركه سياحه فطبعا شركه السياحه دي لان هي بتشتغل دايما معك بكثره مع الفنادق فبتاخد نسبه خصم، فممكن تكون بياخد منها هو نسبه خصم ليه ثانيه او حاجه لو في يقدر يقارنها ما بين اي اونلاين بوكينج ويبتدي يشوف انهي الافضل ليه. الجنيه الارخص طبعا هو اولى بيه. واهلا وسهلا بيه. اهلا بيه استاذ رامي فايز، عضو غرفه المنشات الفندقيه في البحر الاحمر ومرسى علم، شرفتنا وكل التوفيق لحضراتكم وان شاء الله كل التوفيق برضو لكل السائحين سواء الاجانب او المصريين اللي بيجوا الغردقه ومرسى علم وحتى المناطق السياحيه الاخرى زي شرم الشيخ وغيرها من الاماكن.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا، لسه مكملين المجلة السياحية من إحدى المنتجعات السياحية المصرية المهمة والمشهورة عالميا وإقليميا من الغردقة. وإحنا بنتكلم عن الغردقة والمنتجعات السياحية وأيضا التحول الرقمي ودوره في تطوير القطاع السياحي المصري في الفترة الأخيرة، خصوصا مع سعي الدولة للاستفادة من التقنيات الحديثة والتقنيات الرقمية اللي بتعتمد عليها العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية، خصوصا قطاع السياحة في الفترة القادمة. معنا دلوقتي لقاء مع الأستاذ أشرف سركيس، مدير العلاقات العامة بإحدى شركات الرحلات البحرية. أستاذ أشرف صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير وأهلا بيكم وشرفتونا في الغردقة. وإحنا بنتكلم عن الرحلات البحرية في مصر، عايزين نعرف إلى أي مدى بتعتمد دلوقتي على التحول الرقمي والمستقبل المنظور بتاعها في الاعتماد على التقنيات الحديثة في التحول الرقمي واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة. والله إحنا كشركة ابتدأنا من 4 سنين تقريبا في تجربة التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي، ودلوقتي إحنا الحمد لله بيجيلنا كوتا كويسة جدا من السياحة من مختلف أنحاء العالم بعيد عن التور أوبريتور وشركات السياحة، وبنوفر لهم تجربة سياحية ممتعة وحقيقية، اللي بيشوفوه هو اللي بيجوا ينفذوه. وطبعا التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني مطلوب جدا جدا جدا، لأن كل المؤشرات بتقول إن أكتر من 2 مليار سايح هيكونوا موجودين لغاية سنة 2030 على مستوى العالم. وإحنا طبعا المبادرة بتاعت السيد الرئيس ووزير السياحة والآثار إن إحنا بنستهدف 30 مليون سايح. طبعا احنا لازم نعتمد على اسواق جديده بعيد خالص عن الاسواق التقليديه بتاعتنا، الاسواق اللي ما بنقدرش نوصلها بالطيران، هي دي الاسواق اللي بنستهدفها من التسويق الالكتروني والتحول الرقمي، الفار ايست، دول امريكا الجنوبيه، دول امريكا الشماليه، استراليا، وده سايح بيجي جدا عالي الانفاق، معدل عالي الانفاق بتاعه جدا، وبيجي بيدور على السياحه الثقافيه مش السياحه الشاطئيه وبس، بيجي يزور الأقصر وأسوان وبيجي على الغردقة وبيجي يكمل رحلته لغاية شرم الشيخ، ومعدل إنفاقه بيبقى عالي جدا جدا وبيقعد أكتر من أسبوع وأسبوعين في البلد. طيب لما نتكلم عن الرحلات البحرية، إيه هي طبيعة أو شكل الرحلات البحرية اللي بتقدموها وبتقدمها مصر لهذا السائح وممكن يحجزها عن طريق التطبيقات الحديثة أو الأونلاين؟ في كل أنواع السياحة، في سياحة السفاري الرحلات البحرية ودي بتبقى لمدة أسبوع، في كورسات الدايفنج المتخصصة ودي بتبقى لمدة 4 أو 5 أيام، في كورسات الووتر سبورت والكايت سيرف ودي ناس بيجولها مخصوص في مدارس الكايت سيرف، وفي نوع السائح اللي بيحب يعمل رحلات بحرية وبيستمتع بالشعب المرجانية وسحر البحر الأحمر، وده السائح اللي بيبقى أكتر والمعتاد اللي بنلاقيه. أبرز الأسواق أو يعني الجنسيات بتاعت السياحة دي من دول إيه؟ والله كل انواع السياحه دلوقتي، يعني عندنا او البارز يعني. طبعا عندنا السياحه الالمانيه، السياحه الانجليزيه، عندنا السياحه البولنديه، عندنا السياحه التشيكيه، وعندنا كمان السياحه الصينيه الحمد لله بيجوا لنا من الاقصر واسوان كمان بيجوا هنا يقضوا عندنا ليلتين، بيعملوا كل انواع الرحلات. بيعتمد على الاوبريتور ولا بيعتمد على الحجز اونلاين واستخدام التطبيقات التكنولوجيه؟ طبعا ما زلنا احنا بنعتمد على التور اوبريتور، وده اللي احنا بنستهدفه عشان النهارده متواجدين وبنشجع الناس ان احنا عاوزين نخرج من دايره التور اوبريتور ومن دايره البي تو بي ونخش عن طريق التسويق الالكتروني، ان السايح يجي يلاقي تجربه مميزه وفريده وامنه. اولا هنوصل لاسواق جديده مش موجوده، رقم 2 سياحه التكلفه بتاعت الدعايه بتاعتها رخيصه جدا مقارنه بان احنا بنطلع معارض وبنسوق سياحه، رقم 3 الجمهور او الجمهور المستهدف اوسع واكثر. طبعا رقم 3 هنوفر انماط سياحيه جديده. انماط سياحيه بمعنى ايه؟ يعني انماط سياحيه جديده، الزبون او العميل اللي جاي هيدور دلوقتي على ان هو عايز سياحه تجربة فريدة، انه يمشي في المدن السياحية براحته، انه يعمل شوبينج في كل حتة براحته، يزور اماكن او مدن سياحية غير المدن المعروفة بتاعتنا، انه هو يشوف العادات والتقاليد، انه هو ياكل الاكل بتاعنا، انه هو يروح الاماكن السياحة الاسلامية، طبعا عندنا السياحة القبطية، عندنا السياحة الاثرية، عندنا كل انواع السياحة وعندنا الجو، فاحنا عايزين ندي حرية للسائح انه يلف ويشوف
ويبقى انماط جديده بعيده عن الانماط السياحيه اللي هي السياحه الشاطئيه او السياحه الثقافيه. القطاع السياحي اصبح رافد مهم للعديد من الاقتصاديات خصوصا في المنطقه، وفي دول بتسعى الى ان يكون السياحه او قطاع السياحه رافد من روافد اقتصادها القومي والاجمالي الناتج المحلي الاجمالي، وده بيخلق منافسه مع السوق المصريه. ازاي هنستعد او استعدنا بالفعل او ناويين نستعد باستخدام التقنيات الحديثه عشان ننافس الدول دي او الاسواق دي؟ اولا احنا ما حدش يقدر ينافسنا، احنا في اخر فبراير ودرجه الحراره 27 والشمس زي ما انتم شايفين. احنا ربنا ادانا وحبانا بمقومات سياحيه مش عند اي حد تاني. اولا عندنا البحر، عندنا الشمس، عندنا الاثار، عندنا طبيعه الناس الطيبه، عندنا التاريخ، عندنا الثقافه، عندنا الحضاره، فمفيش حد يقدر ينافس مصر. بس لو اهم حاجه بقى السهوله بقى استخدام ده او الوصول لده بقى من خلال التطبيقات الحديثه. موجود موجود، وابتدينا بقى لنا سنتين ثلاثه على الطريق، والنهارده جه ندعم الناس هنا، وبنطلب من الناس اللي هم اصحاب الفنادق، اصحاب كل الخدمات السياحيه، انهم يتعاونوا مع شركات التسويق الالكتروني والتحول الرقمي، يدوهم اسعار يدوهم اسعار منافسه، يدوهم مزايا. بطلب من الدولة، من الأجهزة التنفيذية، إنها تبدأ كمان تعمل بنية تحتية وتوفر سبل طرق كويسة، توفر بنية تحتية محترمة عشان السائح لما يجي ياخد التجربة السياحية يحس فعلا بالأمان، ويحس إن هو اللي شافه على الميديا وشافه في مواقع التواصل الاجتماعي هو اللي فعلا جه لقاه، واخد بالك، في المطارات، في الطرق، في كل حتة. أستاذ أشرف سركيس مدير العرفات العامة بإحدى شركات الرحلات البحرية، شرفتنا، وكل التوفيق إن شاء الله لحضراتكم، وإن شاء الله السنة الجاية واللي بعديها نلاقي فيه طفرات أكتر من اللي احنا موجودين فيها بإذن الله. عايزين نوصل لل 30 مليون سائح وبإذن الله السياحة يا رب إن شاء الله. إن شاء الله السياحة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة، واحنا وراكم وما تقلقوش من اي حاجه. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا الى ختام فقرتنا دي، وايضا ختام حلقه هذا الاسبوع من المجله السياحيه.